إذن إخواني، بينما أتجول في سوق الخردة تعرفت على هذا الشاب. شو اسمك الله أخاو؟ شرفين بك أخاو. مهم الإخوان، هذا الشخص يبيع الأسماك كما ترون، أسماك في الأحواض، أسماك جميلة جدا، ولكن مشكلة هذه الأسماك طبيعة حال أنها تموت لأنها ليس لديها أكسجين وليس لديها حوض. هذه شحال باش كتبيع هذا؟ شحال باش كتشريها يا ربي؟ هذيك شي دابا بحال الكواريوم هذا الصغير شحال عامل؟ سندرام في جوج حوتات. اوكي. هذا الزاج يمكن ياك؟ لا بلاستيك. كتبان حاجة كبيرة. واو. هذاك شحال هذاك؟ هذا كيتباع 80 درهم. 80 درهم، اوكي. 60 درهم، 80 درهم. وهذا كبر منهم 70 درهم. اوكي خويا. صافي. وبالنسبة إذن إخواني، القصة وما فيها باختصار، هذا الشخص الذي تعرفنا عليه قبل قليل والذي قام بعمل مشروع بسيط ومتواضع ومبادرة جميلة جدا من طرف شاب، ألا وهو بطبيعة الحال هو تربية أسماك الزينة، يعني تربية أسماك الزينة وبيعها بأقل تكاليف الممكنة، يعني بمبلغ زهيد في متناول الجميع. ولكن مع ذلك إخواني، للأسف هذا المشروع فقد فشل ذريع جدا. لماذا؟ لأنه أولا فإن أسماك الزينة حتى تعيش معنا فهي تحتاج إلى مضخة الأكسجين. كما شاهدتم يا إخواني، فإن أرخص مضخة أكسجين موجودة في الأسواق المغربية هي ب60 درهم مغربية، أي 6 دولارات، وهذا مبلغ كبير بالنسبة لمدخول المواطن المغربي. إضافة إلى أن الأحواض نفسها كما شاهدتم فإن أحواض صغيرة جدا ويبدأ سعرها من 6 دولارات حتى 10 دولارات، أي 100 درهم مغربية. كل هذه الأمور تجعل من تربية الأسماك عائق، لا سيما أمام الناس ذوي الدخل المتوسط. بالتالي هذا المشروع يعتبر مشروع فاشل جدا. لذلك هنا يأتي دوري يا إخواني، ودوري في حلقة هذا اليوم هو أنني سوف أقدم لهذا الشخص فكرة مشروع ناجحة جدا ومتطورة تجعل من هذا المشروع ناجح جدا على أرض الواقع. وفي نفس الوقت يا إخواني، أنتم أيضا تستفيدون، لأنه دائما كما أخبركم فإن هدفي هو أنني أحب أن أساعد الشباب وأطور من قدراتهم الفكرية قدر المستطاع. المهم يا إخواني، ما رأيكم بحلقة هذا اليوم؟ أصغوا إلي جيدا. أننا سوف نصنع إكواريوم رائع جدا بمنظر جد طبيعي وخلاب، وأهم شيء يا إخواني أننا سوف نصنعه مع المضخة، يعني تكون بداخله مضخة أكسجين مدمجة ويكون الشكل خرافي جدا. وأهم شيء في هذا كله يا إخواني هو أن تكلفة إنتاج هذا الأكواريوم هي تقريبا 1.5 دولار إلى 2 دولار، أي 15 درهم مغربية، يعني مبلغ بسيط جدا. حتى المكونات والأدوات التي سوف نستخدمها في صناعة الأكواريوم ومضخة الأكسجين هي مواد غالبا نلقيها في الخردة، مواد متوفرة لكل من يشاهد هذا الفيديو. إخواني أنا آسف إن أطلت عليكم، ولكن يجب أن تصغوا جيدا إلي، لأن مشروع حلقة هذا اليوم هو مشروع جميل إن شاء الله وناجح 100%. المهم إخواني، دعونا أولا نجلب بعض أسماك من عند صديقنا هذا وأريكم الأكواريوم الذي سوف نصنعه في حلقة هذا اليوم حتى لا تضيعوا معي الوقت هباء منثورا. ابقوا معي أرجوكم. عندك جوج؟ جوج كواريوم، كل واحدة نعمل فيه وحدة بركة. بغيت غير نوري لنا الشونتيو صافي. هادي كبيرة هادي. واقع اوكي. إذا هذا هو السمك الذي اشتريته بمبلغ بسيط جدا. إذا إخواني، وحتى لا تشعروا بالملل وتكملوا معي هذه الحلقة حتى النهاية، دعونا أولا نلقي نظرة على الكواريوم الذي سوف نصنعه في حلقة هذا اليوم، ثم نقوم بصناعته، فهيا بنا.
إذن الخطوة الأولى إخواني هي أنني جلبت بعض من هذه العلب التي هي علب شفافة كما تلاحظون والتي حصلت عليها بشكل شبه مجاني تقريبا. أهم شرط فيها هي أن تكون شفافة بطبيعة الحال وأن تكون قوية ومتينة بشكل كافي. لذلك سوف نأخذ واحدة فقط للتجربة عليها بينما سوف أترك الباقي. إذن سوف نستخدم هذه العلبة كبداية. يعني أهم شيء يعني أن تكون شفافة بطبيعة الحال. إذن هذه هي بعض الصور التي قمت بطباعتها ولكن على الورق العادي، يعني أرخص أنواع الورق. قمت بطباعة بعض الصور التي هي عبارة عن أعماق المحيطات. طبيعة الحال تكلفة كل ورقة من هذه وهي مطبوعة وكل شيء هي 2 درهم، يعني 0.2 دولار، ثمن رمزي جدا. المهم سوف أختار أي واحدة من هذه الخلفيات، مثلا هذه الخلفية سوف أستخدمها كبداية. وأيضا سوف أحتاج بعض من الشريط اللاصق، يستحسن أن يكون الشريط شفاف وأهم شيء أن يكون الشريط عريض. إذن هذه هي صورة الخلفية، سوف أقوم بقلبها ثم سوف أقوم بتغليفها هنا من الخلف باستخدام هذا الشريط اللاصق. وبالطبع سوف تفهمون لماذا قمت بتغليفها هنا من الخلف بالشريط اللاصق. والآن هذه صورة الخلفية التي قمنا بتغليفها من الخلف. سوف نأخذ هذه العلبة ثم نضعها هكذا، ويمكنكم أن تلاحظوا شكل العلبة من الداخل عند تسليط الضوء. بعد ذلك إخواني أنا بحاجة إلى هذا الشيء الذي يشبه الشعر وغني جدا. هذه الألياف غنية جدا عن التعريف، تستخدم كثيرا مع الجبس، يعني الناس التي تضع الجبس في السقف فهي تضع معه هذه الألياف، لذلك فهي رخيصة رخيصة جدا. سوف نحتاج إلى القليل منها. ثم سوف أجلب سلك، يعني مثل السلك المستخدم في البناء، أرخص أنواع الأسلاك طبعا الحال، سلك حديدي. سوف أقوم بتقطيع قطعة منه مثلا هكذا. الآن ببساطة سوف أخذ بعض من هذه الألياف أو هذه الشعيرات مثلا هذا، ثم أضعه في السلك وأقوم بلف السلك، ثم المزيد من الشعيرات. لا تقلقوا سوف تفهمون الأمر، فقط اصبروا معي قليلا. والآن وببساطة سوف نأخذ هذه الشعيرات أو هذه الألياف ثم نلفها هكذا حول العلبة، ثم هنا في القاع سوف أعيد عمل سلك آخر هنا هكذا. وأهم شيء هو تغليف هذه العبوة أو هذه القنينة من جميع الجوانب ما عدا هذه الفتحة الموجودة في الأمام. بعد ذلك إخواني اشتريت كمية من الجبس، الجبس غني عن التعريف وهو رخيص جدا، سوف نحتاج إلى كيلوغرام أو كيلوغرامين تقريبا منه. ثم جلبت هذا الدلو الذي سوف أستخدمه من أجل خلط الجبس مع الماء بطبيعة الحال. ثم الآن سوف نبدأ بدهن هذا الجبس فوق هذه الشعيرات أو هذه الألياف. أنا لا أمتلك قفازات لذلك سوف أستخدم يدي فقط. وبالطبع سوف نقوم بوضع الجبس حتى هنا في القعر. إذن أحبتي وأخيرا بعدما جف الجبس، وتعلمون بأن الجبس ما يميزه أنه يجف بسرعة كما أنه يتصلب ويصبح قوي، وأهم شيء هو أنه خفيف الوزن. المهم هذا هو الشكل الأولي يعني حوض الأسماك هذا، لكن سوف نتركه جانبا لأنه سوف نمر إلى أهم شيء إخواني. وأهم شيء ببساطة هو مضخة الأكسجين التي سوف تبقي السمكة حية والتي تعتبر أهم شيء في المشروع. يعني بدون هذه المضخة الباهظة الثمن أصلا يعني التي تباع جديدة، بدون هذه المضخة فهذا المشروع لا يساوي أي شيء. لذلك سوف نمر الآن إلى طريقة صناعة هذه المضخة من أشياء بسيطة. إذن مثلا لدي هنا مجموعة من المحركات التي أجمعها من الأجهزة القديمة ومن الألعاب وغيرها ومن الخردوات. نحن بحاجة إلى محركات من الحجم الصغير بهذا المقاس تقريبا. يعني هذه المحركات موجودة في ألعاب الأطفال، مثلا هذه لعبة من ألعاب الأطفال، كما أنها يعني موجودة يعني في آلات الحلاقة وغيرها من الأمور. المهم هذا المحرك غني جدا عن التعريف، رخيص، موجود في الخردوات بوفرة. نحن بحاجة إلى واحد من أجل صناعة هذه المضخة. ثم نحن بحاجة أيضا إلى أي غطاء قنينة، يعني ما يهمنا فقط هو الغطاء.
ثم نحن بحاجة إلى بالونة، يعني بالونة واحدة فقط. بعد ذلك إخواني جربت قطعة من الأنابيب المستخدمة في دورات المياه المنزلية، غني جدا جدا عن التعريف، يعني أنبوب البي في سي يجب أن يكون مقاسه قريب من الغطاء، بحيث أنني استخدمت غطاء قنينة من الحجم الكبير نوعا ما أو الحجم المتوسط. بعد ذلك جلبت قطعة بلاستيكية دائرية بحيث أنني سوف أقوم بتركيبها هنا في رأس المحرك، ولكن قبل ذلك سوف أقوم بتسخينه حتى تكون يعني قوية ومتينة، لا نريد أن يتفكك هذا المحرك. إذن هذا هو الغطاء، سوف نقوم بعمل ثقب هنا باستخدام كوية الحمض الساخنة هنا من الجانب. ثم نحن بحاجة إلى أي أنبوب، يعني أنبوب رقيق، قم بإدخاله هنا، ثم نقوم بعمل بعض الغراء هنا من أجل يعني تثبيت هذا الأنبوب ومنعه من الإنفلات. ثم نقوم بعمل فتحة أخرى هنا تكون صغيرة قليلا. ثم نحن بحاجة إلى أي قطعة بلاستيكية رقيقة كهذه، انظروا، يعني قطعة من البلاستيك، ولا تنسى إزالة هذه الجوانب البلاستيكية. أريد أن يكون يعني سطح هذا الثقب يجب أن يكون أملس جيدا. نقوم بتقطيع فقط قطعة صغيرة من هذا البلاستيك. إذن سوف أضع قطرة من الغراء هنا في الأعلى على الثقب بقليل، هي هكذا، ويجب أن أبقي الغراء في الأسفل. ثم نجلب هذه القطعة التي تشبه البوابة الصغيرة ونضعها مباشرة هنا بحيث تغلق الثقب، ولكنها غير ملتصقة بالثقب وإنما ملتصقة فقط من الأسفل. ومن أجل تثبيت هذه البوابة جيدا يجب يعني عمل ما يشبه الثقوب هنا من الأعلى، بحيث تكون هذه البوابة ملتصقة فقط من هذا المكان، ولكن من جهة الثقب فهي حرة، يعني تتحرك بحرية. وبالطبع هذه الثقوب فهي سطحية جدا فقط، يعني لا تخرج من الجهة الأخرى، وإنما فقط حتى تجعل البلاستيك يلتحم مع البلاستيك. ثم هذه هي البالونة، سوف نقوم بتقطيعها بالمقص. بحيث يصير لدينا ما يشبه الطبل الصغير. وانتبهوا من فضلكم لا تقوموا بتغطية هذه المنطقة بالبالونة، يجب أن تبقى البالونة فقط هنا في الجوانب. يجب أن نقوم بتثبيتها جيدا باستخدام الشريط اللاصق لمنعها من الانفلات. والآن اسمعوا معي إخواني، تسمعون صوت هذا الفالف كيف يشتغل. جربت قنينة قديمة، أريد فقط استخراج قليل من البلاستيك. إذن سوف نقوم بعمل ثقب جانبي في هذه القطعة البلاستيكية هنا. ثم بالنسبة لهذه القطعة الموجودة في الأسفل سوف نحاول أن نقوم بخدشها قليلا باستخدام كوية الحمض الساخنة. لا أريد أن أترك البلاستيك أملس حتى يلتصق به الغراء بشكل جيد، بحيث أننا سوف نقوم بعمل بعض الغراء هنا فوق هذه الشقوق، بحيث هذه الرجل يتم تثبيتها مباشرة هنا فوق البالونة، بحيث أن هذه الخدوش التي قمنا بوضعها على البلاستيك هنا بالكاوية جعلت يعني البلاستيك يلتصق بشكل جيد مع البالونة بحيث لا يتفكك. إذن سوف نقوم بتقطيع قطعة من أنبوب البي في سي هذا. ثم قمت بتقطيع اثنين من الخطوط هنا في هذا الأنبوب، يعني بحجم المحرك تقريبا، يعني هكذا، انظروا. ثم باستخدام الحرارة سوف أجعل هذه القطعة منحنية هكذا إلى الداخل، بحيث صار بإمكاني استخدام هذه القطعة كدعامة من أجل المحرك معي. وبالنسبة لهذه العجلة سوف نتوجه إلى الجانب يعني هنا، ثم نقوم بعمل ثقب. ثم نحن بحاجة إلى سلك حديدي، سوف أقوم بتقطيع قطعة صغيرة مثلا هكذا. هذا هو الأنبوب، سوف أقوم الآن بوضع قليل من الغراء هنا، ثم أقوم بتركيب المحرك كذا. سوف أقوم بطي هذا السلك قليلا من هنا، ثم أقوم بتركيبه هنا مع رأس المضخة كذا.
ثم أجلب أي قلم فأقوم بتقطيع قطعة من هذا الأنبوب، بحيث سوف أضع هذه القطعة الصغيرة من الأنبوب، سوف أضعها هنا بحيث تعمل بهذا الشكل. ثم هذا هو هيكل المضخة وهذا هو المحرك، سوف أقوم بإدخال هذه القطعة من هذا المكان كذا، ثم أضعه هنا يعني. ثم انظروا معي، سوف أجعل هذا الثقب يكون في الأعلى، هذا الثقب هنا يجب أن يكون في الأعلى وليس في اتجاه آخر. ثم هنا سوف أسحب هذا القضيب يعني قدر المستطاع، ثم أقوم بتقطيعه يعني من هذا المكان يعني على حدود هذا الثقب، بحيث قمت بجعل هذه القطعة منحنية مرة أخرى من هنا، بحيث ندخلها عبر هذا المكان وإدخالها عبر هذا الثقب. إذن يبدو أنني قمت ببعض التغييرات أو التعديلات الصغيرة. أول شيء هو هذا المحرك، هذا المحرك يا إخواني تبين بأنه معطل، لذلك جربوا المحرك قبل وضعه، لذلك استبدلته بمحرك جديد. والتغيير الثاني هو هذه البالونة، هذه البالونة لا يجب أن تكون ممددة، إنما يجب أن تكون بهذا الشكل يعني رطبة حتى لا تصعب الأمر على المحرك. إذن الآن سوف أعيد تجميع المضخة من جديد بنفس الطريقة. أيضا من التعديلات التي قمت بها هي أنني نزلت إلى الأسفل يعني إلى الثقب الأسفل عوض الأعلى، حتى لا يكون هناك يعني حركة كهذه. وأيضا قمت بإدخال قطعة هنا من البلاستيك حاجز، ثم أدخلها هنا، ثم سوف أدخل قطعة من جديد، بحيث صار عندي ثبات أكبر في هذه المضخة. إذن بعد ذلك هذه هي المضخة، فهي شبه مكتملة. سوف أضع لها الآن بعض الغراء هنا، وحتى هذه البوابة الموجودة في الداخل تبين بأنها لا تعمل كصمام جيد أو لا تحجز الهواء جيدا، لذلك سوف أقوم باستبدالها. وسوف أستخدم هذه القطعة المتبقية من البالون نفسها، سأقوم بتقطيعها، وكالعادة قمت بوضع القليل من الغراء هنا، وسوف نضع هذا الحاجز أو هذا الفالف، حيث أن هذا الفالف المصنوع من البالونة نفسها فهو انسيابي أكثر، لاحظوا معي يعني لديه فعالية أفضل. إذن إخواني هذه هي المضخة بعدما صارت جاهزة كما تلاحظون، وهذا هو حوض الأسماك بعدما جف طبيعة الحال وصار شبه مكتمل. إذن انظروا معي إخواني إلى هذه المضخة، فلاحظوا معي عندما سوف أحاول النفخ فهي تكون مسدودة، ولكن عندما أقوم بعملية الشفط يعني أن هذا الفالف أو هذا الصمام يشتغل، يعني عندما ننفخ فهو يغلق، لأن هذه العملية هي أهم شيء في هذه المضخة. إضافة انظروا معي إخواني، مثلا قمت بجعل هذا القرص الكبير، قمت بتحويله إلى قرص أصغر لأن القرص الأصغر فهو يحتاج إلى عزم دوران أقل. إذن كما ترون هذا هو المحرك الذي يقوم بتدوير أو تحريك البالونة بما يشبه يعني عجلات القطارات البخارية القديمة، يعني تلك الحركة الصعود والنزول. المهم انظر معي، سوف أحاول النفخ في هذا الأنبوب، كل هذه الاختبارات تدل على أن المضخة يعني فهي شغالة جيدا، والجميل أنها تشتغل على تيار بسيط جدا يعني 3 فولت تقريبا فهي كافية. ولديها عيب بسيط وهو أنها تصدر القليل من الضوضاء، ولكن سوف نقوم بحل هذه المشكلة أيضا بطبيعة الحال. أقوم بحماية أقطاب المحرك بقليل من الغراء، ثم سوف أحاول تغليفها ببعض الشريط اللاصق، يعني حتى وإن قمت بتغليفها من جميع الجوانب لا يهم، لأنها تتنفس فقط من هذا المكان وهذا المكان، لذلك سوف أقوم بتغليفها، وذلك حتى لا يدخل أي شيء داخل الميكانيزم أو يؤذي المحرك. بعد ذلك سوف نعود إلى الأكواريوم، ثم نقوم بتقطيع فتحة أو بوابة هنا. الآن سوف أقوم بعمل بعض الثقوب الجانبية هنا. بحيث أننا سوف نستخدم هذه الأسلاك لتثبيت المضخة بشكل محكم.
وبالنسبة لهذه الأسلاك لن أقوم باختصاصها، بل سوف أقوم بثنيها هنا حتى تمسك لنا الجبس. ثم سوف أقوم الآن بعمل ثقب من أجل الأنبوب. ثم باستخدام الجبس مرة أخرى سوف نقوم بتغطية هذه المضخة. والجميل في الجبس أنه يعني يجف بسرعة كبيرة جدا. لاحظوا معي إخواني، فقد قمت بدفن يعني المضخة بشكل كامل داخل الجبس. لاحظوا معي. وبالنسبة للأسباب طبيعة الحال، أولا السبب الأول هو أن دفن المضخة داخل الجبس فهو يعني يمنع الضجيج بصفة نهائية، أيضا حتى يكون يعني الشكل متناسق، وأهم شيء إخواني أنني غلفتها من كل مكان ما عدا هذا الثقب. هذا الثقب يعني هناك الفتحة التي تمتص منها المضخة الهواء، لذلك يجب ألا تقوم بغلقها. والآن طبعا الحال سوف نمر إلى المرحلة الأهم، وهي ببساطة أن نقوم بطلائه حتى يتحول لونه من هذا الجبس إلى ما يشبه كواريوم حقيقي. أعطيني عافاك شي ثلاثة ديال البواطات الصباغة صغارين، واحدة بيضاء واحدة كحلة واحدة خضراء. ببساطة اشتريت ثلاثة من الصباغة، وقد جربت ثلاثة ألوان، جربت الأسود والأبيض والأخضر. وقد استخدمت صباغة زيتية حتى تحمي لنا الجبس من الماء، لأن الجبس صلب ولكنه يتأثر بالماء والطلاء يعطيه طبقة تحميه. والآن سوف أقوم بخلط القليل من اللون الأسود مع اللون الأبيض من أجل الحصول على الرمادي. ثم باستخدام منشفة أو يعني إسفنجة ثم اللون الأخضر. أيضا سوف نقوم بجعلها على شكل قطرات هكذا. بعد ذلك اشتريت كمية من مصابيح الليد، هذه اللي تستعمل على 3.7 فولت، يعني اشتريت تقريبا 200 حبة ب$1، وفي كل مرة سوف احتاج لاستخدام واحدة فقط. في حالة لم يكن بإمكانك شراؤها فيمكنك إزالتها من الأجهزة القديمة، واحد في كل مرة فهو يفي بالغرض. سوف استخدم هذا القديم مثلا. باستخدام كوية التلحيم سوف أقوم بعمل ثقب هنا في الجانب. هذا الجانب إخواني لم أقم باقتصاصه من أجل أن يثبت لنا الأنبوب، وكذلك يثبت لنا هذا المصباح هنا. سوف أقوم بتثبيته ببعض الغراء. ثم هذه أسلاك المصباح قمت بدمجها مع أسلاك المضخة بحيث يعني تصير كلها في سلك واحد من أجل التغذية. وبالطبع لا ننسى عزل كل سلك عن الآخر باستخدام الشريط اللاصق. بالنسبة لمسألة التغذية فإن الأمر فهو بسيط جدا بطبيعة الحال. هذه أسلاك التغذية، أجمع بعض كيبلات اليو اس بي من الخردة يعني قديمة وغير صالحة، ما يهمني منها فقط هو هذا الرأس أي هذا المنفذ. إذن ببساطة أي كيبل يو اس بي أو مفتاح يو اس بي يحتوي على 4 أسلاك أو 4 أقطاب، نستعمل فقط هذا القطب في أقصى اليمين وهذا القطب في أقصى اليسار، نلحم سلك هنا وسلك هنا، أي سلك هنا وسلك هنا. كملاحظة مهمة جدا يا إخواني، يعني المضخة سوف تشتغل في جميع الأحوال ولكن مصباح الليد قد لا يشتغل، لذلك إذا لم يشتغل مصباح الليد قوموا بقلب هذه الأسلاك. بحيث إن كنت سوف أعتمد على فكرة اليوم كمشروع من أجل بيعه للزبائن فإنك سوف تبيعه بهذا الشكل فقط، يعني أي شاحن للهاتف يمكنه أن يشغل هذا الأكواريوم بشكل جيد، وهذه الشواحن موجودة في كل البيوت، بالتالي أي شخص يشتريه فيعني سوف يكون لديه شاحن غالبا في المنزل، لذلك أنت تبيع المنتج فقط بهذا الشكل يعني بدون شاحن. إذن إخواني أنا تواجد في الشاطئ وقد جئت هنا لأجمع بعض الأحجار التي سوف أستخدمها في الديكور. الجميع بطبيعة الحال أن هذه الأحجار بطبيعة الحال فهي مجانية، والآن علي أن أقوم بحمل هذه الحقيبة ثقيلة جدا ولكنها تكفي لعمل العشرات من الديكورات. الحمد لله أنني جلبت معي سيارتي
إذا تبدو الخلفية بالداخل جيدة وكأنها داخل البحر، ولكن القعر فهو غير جيد. لذلك هنا يأتي دور هذه الأحجار التي جلبتها من البحر، والتي سوف أقوم بوضعها هنا في القعر. إذن والآن سوف أبدأ في وضع الماء. إذن هذا هو الكواريوم، بعدما ملأته بالماء دعونا نقوم بعمل تجربة أولية. ربطته بالشاحن، واجهت مشكلة بسيطة وهي أن هذا المصباح أو مصباح الليد الصغير هذا الموجود هنا يحترق. لماذا؟ لأن هناك تيار كهربائي رجعي من المحرك، إضافة أن الشاحن يعني قوي، لذلك المصباح يحترق. الحل ببساطة هو أنني أضيف مقاومة من فئة 100 أوم يعني في أحد أقطاب هذا المصباح، فقط ببساطة. والآن حان الوقت لوضع الأسماك التي اشتريناها في الحوض. ترى كما ترون إخواني هذه نسخة ثانية قمت بصناعتها من الأكواريوم. هذه النسخة فهي مختلفة عن النسخة الأولى من ناحية الشكل أو من ناحية الديكور، ولكن من ناحية آلية العمل فهي نفسها تقريبا، لأنها تحتوي أيضا على المضخة هنا، المصباح هنا، يعني نفس الطريقة، فقط الاختلاف في الشكل أو في الديكور. بحيث هذه المرة سوف أستخدم الإسمنت. الإسمنت أيضا فهو رخيص. Thank you.